يقول السائل في قوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، هل معنى ذلك أن الكفار أعجبوا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ حتى أمي، يعرفون أنه أمي ما يقرأ ولا يكتب ومع هذا يتلو هذا القرآن، فهذا من العجب، من العجب. لولا أنه وحي من الله، تعليم من الله، ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. نعم.